تحول الفنان اللبناني راغب علامة إلى مسخرة وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو له بتطبيلة قوية، ففي وصل التطبيل له في إحدى القنوات المصرية وأثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. قال راغب علامة إنه يدعو الله أن ينعم على الشعب اللبناني ولبنان كما أنعم ورزق مصر رئيس مثل عبد الفتاح السيسي، رئيس أخرج مصر من الظلمات إلى النور وجعلها من ضمن الدول المتقدمة. وقال علامة في وسط التطبيل خلال اتصال هاتفي ببرنامج تاسع عبر القناة الأولى المصرية: إذا أنعم عليكم ربنا برئيس مسك البلاد وحسنه وكل سنة تتقدم 10 سنوات إلى الأمام، إن شاء الله سيأتي يوم في لبنان يأتي زعيم ولا في فساد ولا في أي عيالة بيحطوا في البنوك خارج البلد. وأضاف في وصل التطبيل: استفزت اللبناني قبل المصري، رح يجينا يوم إن شاء الله يجينا رئيس زي الرئيس السيسي في مصر اللي حول مصر من مكان يحاول العالم أن يدمره بالإرهاب حولها على منارة إلى بلد واعدة، حول مصر على بلد منيرة. راغب علامة: هذه ليست تطبيلة الأولى له، فقد طبل لجميع رؤساء لبنان وتربطه علاقات مميزة مع الكثير من المسؤولين في لبنان. تطبيلة راغب علامة في آخر عمره أثارت سخرية النشطاء وحصل على الكثير من التعليقات الساخرة والمهاجمة لشخص عاش طول عمره طبالا يتنقل بين رئيس ورئيس، حتى تمنى السيسي وقال له ناشط مصري ساخرا: راغب علامة إن شاء الله يرزق لبنان رئيس زي الرئيس السيسي، يا عم خذوا هات مكانه مروحة. وقال آخر ما نص راغب علامة: أتمنى أن يرزق الله لبنان برئيس مثل السيسي، أنت ما تدعي أنت تأخذه وعليه الشحن هدية وطقم صيني مني ليك.